انا احكي لك. بص يعني انا دي مش حكاوي ثالثة بس فيها شوية حكايتين، واحدة involving ريمو وواحدة سمير. سمير اللي عليه سكتين دول. هو على فكرة سمير دي مش الحكاية، سمير درسني ترجمة. كنت بعرف فرنساوي بعرف عربي، لما درسني ترجمة بقيتش عارف. مرة جابوا لنا اسيستون في التاسعة، فاحنا من مصر الجديدة مرتبين. ودول انا طفل كومبيوتر. احنا الكودر دي بتوعنا بخ. هو بقى جاب اتنين، جبت انا اتنين معانا معسكر في حلوان. صحينا تاني يوم كلنا، كل واحد يشوف التاني يقول له انت وشك فيه ماركروم ليه؟ زورو. كلنا كان وشنا فيه ماركروم. اظن الاثنين التوم دودو دودو يا دودو يا شطار. ريمون بقى لما كنت اصغر شويه كنت بروح دايما حفلات الثالثه مع بابا. بابا كان طويل قوي كنت بمسكه كده ساعتها. كنت بصحى ويدخلوني رايح فين يا ابني شاف النوم. فمره كان لازم يتاخر فقال لي روح للشيف ريمون جمايل، مستر ريمون جمايل، قول له بابا هيتاخر شويه. قعدت ادور على ناس غادي، قعدت ادور على الشيف ريمون جمايل، لقيت واحد جري بس لابس جاكيت اكاكي زراير نحاس بحوره لوا لوا وشورت. شيك من فوق ان انا ربنا يوريك. وخلصنا جورج فورد. انا عندي يعني حاجات قديمه وحاجات جديده. القديمه حاجه صغيره، مره كان فيه عملنا معسكر في ارض واسعه. فعملنا حراسه ليليه ثلاث انفار لمده نص ساعه. كل ايه وبعدين يناموا ويجوا غيرهم، ويناموا ويجوا غيرهم. وبعدين من طلعوا ثلاثه كان من ضمنهم اخويا. لان اخويا كان في الفرقه برضه. فاحنا انا وكنت قاعد مع كم نفر قلنا ايه؟ طب ما نيجي نعمل فيهم مقلب ونخش عليهم انه عايزين يعني نسرق المعسكر او نعمل حاجه. فلبسنا ملابس الجلابيات ومش عارف، كنا جايبينها بالليل. وربطنا راسنا كده وعملنا يعني قد ما نقدر ولفينا وطلعنا من بعيد وقربنا نمشي كده بشويش ودخلنا على المعسكر. هم شافونا ايه مش عارف ايه وبتاع، فاحنا جرينا ناحيتهم مش جرينا لورا. مسكونا وابتدوا بقى يضربوا طار طار واخويا يضرب فيه ولا اخويا يضرب ولا لا شاهد يا جماعه ده القديم. ده القديم. الجديد بقى انه اقول لكم بعض يعني اخبار عن الثالثه جت في دماغ مخي كده. اولا يعني ما فيش لا ايه الحكايه دي؟ كنت هقول مش فاكرها؟ يعني كنت فاكرها بس ابتديت انسى. طب لما تفتكر لما تفتكر هي كان يعني الموضوع اعتقد شيء بتاع كوميسير جنرال او مفيش فرقه طلع منها قائد عام في كشافه وادي النيل اكثر من واحد او يعني يمكن واحد او اثنين، دي اكثر فرقه الا الثالثه. يعني اكثر فرقه طلع منها قوات هي الثالثه. نمرة اثنين برضو كان لازم اقول حاجة عن قول حاجة على نادية اعذرونا يا جماعة
طب عمرو لما تفتكر قول لي، انا مش ضروري تفتكر دلوقتي، لما تفتكر. لما افتكر اوكي آه. لما تفتكر، لما افتكر بقول ان كان في مجال. وبعدين رجعنا مستنيين والى اخره الا الثالث. الاول 75 وبعدين والدليل على ذلك النهارده انه ما اعتقدش انه في فرقه اللي هاجروا منها او طلعوا منها او حتى ما هاجروش بس طلعوا بتجتمع مره في السنه ومره في كذا ويجتمعوا زي ما احنا مجتمعين النهارده. ده اللي خلى الفرقه الثالثه اللي تفضل لغايه النهارده. تعيش الفرقه. ده